وبالنسبه للكهرباء لا تصالح الا اذا كانت خناقه بيننا وبين بعض. هيدفع 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 هيدفع. كلام واضح. النادي الزمالك دلوقتي منتظر قرار ايقاف كهرباء ويدفع. ما بوش اي بص تطلع تنزل يا باشا، مش هو بيتكلم معايا يقف يتشقلب يتنطط يعمل اي حاجه؟ خلاص هيدفع يعني توقف ويدفع وهيدفع. خلاص ده حكم نهائي. ودي مناسبه مصطفى فتحي. مصطفى فتحي زي اتباع للنادي الاهلي ونادي التعاون ما دفعش بقيه فلوسه. ازاي يعني؟ مش هيدفع بقيه الفلوس؟ وانت تقدر تبيع عربيتك وعليها قسط؟ ده صاحب المعرض يجي ياخد عربيه من تحت البيت، ما هو معاه مفتاح، واحنا معانا مفتاح. فضرب مش عارف ايه يا جماعه، عيب. انت عايز اسال حضرتك موضوع حمد النجاز، هو راجع وهيلعب ولا مش؟ لا اسالني في حمد النجاز، هو طلق مراته ولا ما طلقهاش؟ لو طلق مراته يبقى هيرجع. هي في مشاكل ما بينهم لان هي اللي عامله المشاكل. هي كانت بتكلم كل الصحفيين والمواقع، واسال محمود واسال مطاوع واسالهم كلهم تمام، واسال جويلي واسال كل الصحفيين والمواقع، كانت بتقعد تسرب اخبار كذب يعني. فاذا كان طلقها هو عنده عقد مع الزمالك لسه على ذمته. خلاص احنا دلوقتي لو ما طلقهاش يبقى احنا العيله عندنا مش حمد النقاز مراته، ودي بتعمل مشاكل.